واسمحوا لي أن أوجه التحية أيضا إلى القائمين على هذه المظاهرة الشبيبة الشيوعية فرع الناصر، وأن أوجه التحية وأضم صوتي إلى كل التحيات التي ذكرت على يد رفيق منصور. ولكن في هذه البلد يجب أن تصل التحية إلى جميع أهل الناصرة على استضافتهم لهذه المظاهرة، ويجب أن تصل أيضا التحية خالصة إلى أعضاء كتلة الجبهة في بلدية الناصر الأفضل. بالأمس شهدنا حوادث. عم بيظبطونا يا هذا مين سمع ولا عارف يا شخص؟ طيب حوادث مؤسفة في قبور مندا، وسبق أيضا في أم الفحم وعبلين. يجب أن نعلم جيدا بأن العنف مش سقيط للعنف أب وأم، وهي سياسة مدروسة. من يحول قرانا ومدننا إلى جيتوهات هو يخلق عنفا. من يفشل بالبطالة ويمنع أماكن العمل في قرانا العربي يخلق عنفا. من يضيق المسطحات على شبابنا من الأراضي يخلق عنفا. من يضرب جهاز التربية والتعليم يخلق عنفا. من يقيم على أراضي الطنطور بلد يهودي يخلق عنفا. من يقيم مدينة حريش يخلق عنفا. احنا مش خلقانين في الدي ان ايه تبعنا عنيفين. يرسمون المخططات لنا لكي نكون كذلك. ولهذا السبب يجب أن يكون واضحا بأننا يجب أن نعمل على تغيير هذه المنظومة السياسية الاجتماعية والاقتصادية.